بركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ كنت عايزة اسأل حضرتك بس على حاجة. اتفضلي يا اختي. انا شغالة في مجال الورد وكده، بعمل كوشات للبنات في البيوت، اللي هو الخطوبات وكتب الكتاب المقتصر على المنزل. طيب الشغل ده مباح نفسه، اللي هو بيع الورد. بس لقيت حد بيقول لي، يعني سألت، انا سألت 5 شيوخ، منهم واحد قال لي انه ده يعني انا حرام. الشيخ السادس اللي من ستة هتسأليه، بتتعاوني على الاسم، لانهم بيشغلوا اغاني. يعني انا الشيخ رقم 6 اللي هتسأليه صح؟ بالظبط. ايوه خلاص اعتبري اختصر على 5 يكفوك، لكن هو حلال. يعني لو حتى هما بيشغلوا اغاني، انا ما بشغلهمش حاجه، بس هما بيساعد بيشغلوا، انا ماليش دعوه. قلنا لك حلال خلاص ولا انت فاضية تسألي بقى؟ ففي واحد قال لي اللي هو لا خلاص يا بيشغلوني اختي قلنا لك عليه. حلال، حلال. بيع الورد حلال. السلام عليكم.